السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اهلا متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة هعمل لكم اكلة سمك حلوة جدا، بما اني بقى اسكندرانية ومش عارفة، من اول ما فتحت القناة ما عملتش اي وصفة سمك خالص، يعني عملنا كل اكلات ما عدا السمك. فالنهاردة عندي سمك المكاريل، ان شاء الله هعمل لكم الطريقة حلوة ومش هتستغني عن الطريقة دي خالص، لانها بجد روعة، طعم وشكل يعني وريحة وكل حاجة. عندي هنا بقى المكونات: بصلتين، طماطمتين، قرنين فلفل حامين حسب الرغبة، وهنا جزراية مبشورة، وطبعا وعندنا هنا ليمون، طبعا ده اساسي في السمك، وتوم وقرن فلفل، ده طبعا هنحطه مع الخلطة. ودول بصوا بقى البطروخ بتاع السمك، انا بحبه جدا، يعني عايزين تحطوه حطوه براحتكم، بس انا عن نفسي مش برميه. ودي بهارات سمك تحفة جدا، ريحتها حلوة قوي وقوية بجد. طبعا احنا غسلين السمك يا جماعة ومنضفينه وعاملينه طبعا في مية بخل وكل حاجة تمام، ومصفياه خالص من المية. خطواتنا بقى دلوقتي: اول حاجة هناخد الكبة بتاعتنا او اي حاجة عندك بقى، هتحطي التوم كله بقرن الفلفل بمعلقة كمون كبيرة كده، لان طبعا السمك بيحب الكمون، ومعلقة من البهارات دي المشكلة بتاعة السمك، في منها على فكرة باللحمة كمان وتحفة بجد. اهي هحط معلقة، انا البهارات دي بصراحة جوزي هو اللي جابها لي، بصراحة عجبتني جدا، ربنا يخلي لينا يا رب. وطبعا هنحط شطة، وهحط الملح بتاعي طبعا، حابة تحطي الشطة حبة مش حابة براحتك، يعني في ناس اصلا ما بتحبش الحاجة السبايسي وكده، احنا بنحب الحاجة السبايسي. ونحط الملح كويس عشان دي الخلطة طبعا اللي هنشبع بيها السمك كله، اهو زي ما انت شايفة يا جماعة. هنحط الزيت بتاعنا كمان، وحطي رشة مية عشان الهاند بلندر اما بتيجي تضربي بيها يمشي معاك. وطبعا حطي ليمونة كبيرة، اهو دي ليمونة كبيرة، وعلى فكرة انا حطيت خل يا جماعة، بس معلش انا ما صورتهاش مش عارفة ليه نسيت، اهو زي ما انتي شايفة بالظبط كده. هضربهم طبعا في ثواني، هيكون دلوقتي الخلطة جاهزة قدامكم، وهحط الزيت طبعا مش هنساه. اهي ياريت تجربيها بقى وتقوليلي في الكومنتات بجد يعني عجبتك ولا لا. اهو ضربتها بقت كده، طبعا هحطها في البولة صغيرة كده عشان نعرف نشتغل بيها. والسمك ده هحطه في بولة تانية علشان لما ننزل عليه الخلطة اللي هيقع منه هنحطه تاني مش هنرميه. بس قبل كده يعني تشرحي السمكية كده يعني شريحتين كده من فوق ومن تحت علشان خاطر يعني ما تحطي الخلطة يتشبع، اهو بالشكل ده اهي زي ما انت شايف. وببدأ اهو، بس تخلي بالكو ايدكو يا جماعة لو السكينة حامية، اهي بالشكل ده اللي انت شايفاه. انا بحبه بصوا بحاله، في ناس بتعمله جدايل كده قطع يعني صغيرة، فبرضو الطريقة واحدة يعني. اهو هبدأ بقى احط في الفتحات دي، وطبعا من قالب السمكة جوه الخلطة بتاعتنا الجميلة اللي عايزه اقول لكم ريحتها تحفه اصلا، فيها ليمون بقى وفيها بهارات وفيها حاجات كتير جدا مخليها ريحتها فظيعه. وهحط طبعا من باقي من قالب السمكه اهو يا جماعه، اهو زي ما انتوا شايفين السمك ده انا بحبه جدا على فكره، مش عارفه يعني، وبحب الطريقه دي فيه قوي يعني تبقى حلوه قوي. اهو هنعمل باقي السمك كله بالشكل ده زي ما انتوا شايفين،
اهو يا جماعة بصوا، يعني الميزة كمان ان الخلطة كمان بتقع على السمكة، يعني كده احلى، يعني برضو ايه بيتشربها اكتر. طبعا هو السمك اصلا يعني خلطة، الخلطة كانت كويسة طعمه بقى كويس، واهم حاجة طبعا النظافة بتاعته. اهو الشكل ده، هاخد بقى الصينية بتاعتي اللي انا هحط فيها الخضار بقى بتاعي اللي هو الطماطم والبصل. بصوا بقى فيه شوية خلطة انا سبتها، هحطها دلوقتي على باقي الطماطم والبصل، وفي طبعا باقي اللي انا يعني اما اشيل السمك وارصه هيبقى فيه تاني. هتشوفوا معايا، هبدأ افتح البصل بالشكل ده اللي انتوا شايفينه عشان افرده كله في الصينية، وما بياخدش وقت خالص، يعني بالكتير كده تلت ساعة ربع ساعة تلاقي كل حاجة خالص. وهحط بشرة الجزرة دي، هي مش باينة خالص طالما مبشورة، مش هتبان في الاكل اصلا، يعني مش هتبان وانتي بتاكلي. وقرنين الفلفل الحامين دول انا هقطعهم حلق، حابة تسيبيهم حابة تفتحيهم نصين كده براحتك برضو. اهو وبصوا باخد اي حبة من الخلطة، يعني مش عايزة ارمي حاجة بصراحة لانها هي دي اساس السمك. هبدأ ارص السمك، معلش انا جالي تليفون كده اتأخرت شوية، انا اعذروني انا اسفة. هبدأ ارص السمك دلوقتي، بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي بإذن الله. اهو يا جماعة، اهو رصيت باقي السمك. الشكل ده، وهحط باقي الخلطة اللي قلنا هتقع في البولة فوق السمك. بصوا بقى وتشبع كله بالخلطة، وده المهم طبعا. وهاخد انا البطروح بتاعي ده ملكمش دعوة بيه، انا هحطه كده في الصينية، وانا بصراحة باكله وطعم تحفة بجد. اهو وهبدأ احط الزيت بتاع السمك، بصوا شكلها حلو قوي، وكمان لما هتطلع شكلها احلى واحلى وطعمها احلتين، يعني جميلة جدا ان شاء الله هتعجبكم بجد يا جماعه. هحطها بقى في الفرن، وهبدا اعمل الرز بتاعنا الصياديه اللي طلب مني من العرايس اللي لسه متجوزين. اهو بقى يا جماعه انا هعمل نص كيلو رز مش اكتر. في ناس بتبوظ منها الرز ده بالذات، يعني بيحرقوا البصله والميه بتبقى بقى خلاص، يعني مفيش لون هينزل في الميه بعد غلي البصله. فلا انا هقولك الطريقه الصح اللي انتي بيها هتاخدي نتيجه رز صياديه كويس جدا. طبعا رز الصياديه ده يا جماعه بيتاكل مع الطواجن والسمك الصينيه اللي احنا زي اللي عاملينه النهارده، واي نوع سمك صيني. في ناس بقى مع المشويات بياكلوا كشري اللي هو الرز بالعدس الاصفر او الرز الابيض. ودلوقتي هطلع هحط الزيت بتاعي وشويه الملح بتوعي وهطلع بيهم على النار، وتعالي اوريكي اللون الصح اللي انت هتبداي بيه، وهو ده اللي هيديكي نتيجه كويسه جدا في ان شاء الله في الرز بتاعك. هتنزلي اهو بالملح وهطلع بيه على النار. بصوا بقى هو لسه في البدايه، هوريكي بقى اللون الصح اللي انت يعني تحطي بقى ساعتها المية ويديك اللون البني جميل. بصي هي كان لسه دلوقتي برضو طول ما هي يا جماعة في بصلة بني وفي بصلة فاتحة كده، يعني لازم تصبري شوية لحد ما اللون البصل ياخد لون واحد وتنزلي بالمية عشان يديكي اللون الأحمر الجميل بتاع الرز الصيادية. بصوا اهي بدأت البصل كله يبقى لون واحد، هنزل دلوقتي بالمية بتاعتي وشوية الملح وشوية فلفل أسمر واخليها تغلي. وبصوا بقى دلوقتي اهي
هتشوفوا لون المية عمل ازاي، بقى احمر، وهو ده اللي هياخد اللون الرز ان شاء الله. هتلاقي طبق رز صيادية بصراحة يستاهل بقى. اهو يا جماعة دي كانت اكلتي، انا اسفل الاضاءة، مش عارفة التصوير كان ماله النهاردة. واهو السلطة بتاعتي مش معمولة من حاجات كتير الا طماطم وخيار وليمون طبعا وفلفل. وهو ده اكلتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.